مناعة القطيع، مصطلح أصبح شائعا في السويد منذ أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار. فما هي مناعة القطيع؟ وهل تطبق السويد هذه القاعدة؟ تستند استراتيجية مناعة القطيع ببساطة إلى ممارسة الحياة بشكل طبيعي، بحيث يصاب معظم أفراد المجتمع بالفيروس، وبالتالي تتعرف أجهزتهم المناعية على الفيروس ومن ثم تحاربه إذا ما حاول مهاجمتها مجدداً. لكن بعض المختصين حذروا من هذه الاستراتيجية، فقد تكون غير فعالة في مواجهة الفيروس، والسبب هو تطور الفيروس جينياً وتغير بسلوكه، الأمر الذي قد يحتاج إلى طرق جديدة لمكافحته، بحسب جيريمي روسمان أستاذ علم الفيروسات في جامعة كنت البريطانية. السويد من أكثر الدول التي اتهمت بأنها تطبق مناعة القطيع. أثارت إجراءات السويد غير المتشددة مقارنة ببقية الدول الأوروبية بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا استياء الكثير من المواطنين الذين باتوا يشعرون بالقلق كثيراً. وبحسب عالمة الأوبئة السابقة في المعهد السويدي للأمراض المعدية أني كاليندي، فإن إجراءات السويد في التعامل مع الحدث تتبع سياسة تعرف بمناعة القطيع، لكن سياسة السويد قائمة على إبقاء معدل المصابين ضمن نطاق محدد يستطيع من خلاله القطاع الصحي التعامل مع الحالات المصابة طالما بقيت محدودة وطالما أصيب الناس على فترات متباعدة. في اتجاه مقابل، وجه 22 باحثاً سويدياً انتقادات شديدة لطريقة هيئة الصحة العامة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا في السويد، داعين السياسيين بالتدخل بإجراءات سريعة وجذرية. وكتب الباحثون في مقال جديد نشر على صحيفة داغنز نيهتر السويدية: مناعة القطيع هي استراتيجية خطرة وغير واقعية لمواجهة وباء كورونا. أستاذ الحساسية السريرية في جامعة يوتوبري جان لودفال، وهو أحد الباحثين وراء المقال، قال أنه لم يؤخذ التعامل مع فيروس كورونا على محمل الجد، ومع ذلك فإن عالم الأوبئة لدى هيئة الصحة العامة أندريس تيغنل والذي يدير أزمة كورونا ينفي أن تكون حصانة القطيع هدفا في حد ذاته مع التدابير التي تتخذها السويد الآن للحد من انتشار العدوى. بالمقابل أكدت مديرة المراقبة البكتيرية في هيئة الصحة العامة السويدية سارة بايفورز بأن الاستراتيجية السويدية لم تكن أبداً تحقيق مناعة القطيع، وإنما إبطاء انتشار العدوى، وقالت: مناعة القطيع ليست شيئاً نسعى إليه، لكنها حقيقة، فكلما زاد عدد الأشخاص المصابون بالفيروس، كلما قلت فرص انتشاره. في الوقت نفسه، أشارت منظمة الصحة العالمية بأن استراتيجية السويد مع كورونا نموذجا مستقبلا، وفقا لمسؤول إدارة الأزمات في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان. في حين تصر السلطات السويدية على أن ارتفاع معدل الوفيات في البلاد سيبدو أقل نسبيا مقارنة مع بقية دول العالم في وقت لاحق، وذلك بعد أن تنحسر الأزمة. وأكدت أيضاً على أن السويد ستكون قد تجاوزت المرحلة الأسوأ عندما تضرب الموجة الثانية من الفيروس جزءاً كبيراً من العالم. يرى خبراء بأن الاستراتيجية السويدية ليست قائمة على أساس تطبيق قاعدة مناعة القطيع، وإنما على شيء فريد من نوعه بالعالم، وهو الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين من خلال التزام السكان طواعية بتطبيق توصيات السلطات الصحية.